السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. معنا الـ 2019 Lexus ES 350 بريميوم باكيج، فتحة سقف، الداخلية لون جلد بيج من الألوان الجميلة، لون لؤلؤي، داخلية بيج من الألوان الجميلة. طبعا السيارة كلين كارفاكس، خالية تماما من الحوادث، صبغ الوكالة. راح نشوف الداخلية الآن ونشوف الممشى ونشوف جميع التفاصيل بإذن الله. نشوف أول شيء الممشى. السيارة ماشية 55,863 كيلو، ممشى وعداد بالكيلو، فتحة سقف، لون المقاعد لون الجمل الجميل. طبعا فيها التحكم بالماوس في الشاشة، كاميرا خلفية، فيها الخروج على المسار، الرادار، في عندنا برضه الميموري سيتس، عندنا النقاط العمياء، حساسة النقاط العمياء، عندنا الفرشات الله يعزكم، فيه الربر وفيه القماش، كلها موجودة. عندنا تبريد وتسخين المقاعد الأمامية، تسخين دركسون أو الطارة أو السكان، وضعيات القيادة الإيكو، الإيكونومي، النورمال، سبورت، ثلاث وضعيات القيادة. هي نروح الجهة الثانية. برضه نفس الشيء على المقاعد الخلفية، فيه الربر المواطي أو الطيات الربر والقماش من الوكالة. فتحات التكييف الخلفي، منافذ الشواحن،